Hello my dear viewers, miss you so much. معكم احمد عاطف من قناه القاموس الانجليزي لتعليم اللغه الانجليزيه, وان شاء الله حابب اعتذر عن الفتره اللي فاتت اللي ما نزلناش فيها فيديوهات خاصه باللغه الانجليزيه, ده بسبب ضغط الشغل, فاعذروني وبعتذر مره تانيه, ولكن ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله هتكون ثريه بفيديوهات تعليميه وخاصه لطلاب المرحله الثانويه وبالذات طبعا طلاب ثالثه ثانوي اللي فعلا في المرحلة دي هم تاهين وفاقدين الأمل, وفي معظم الطلاب عزفوا عن إذهاب طبعا للدروس بتاعتهم ومتابعة طبعا المواد بتاعتهم, ومعظم الطلبة بلاقي في تشتت كتير عندهم, فإن شاء الله نحاول نظبط نقطة دي ومن خلال سلسلة من شرح منهج اللغة الإنجليزية من البداية لعند النهاية إن شاء الله. وعلى فكرة طلاب تالتة ثانوي, انت تقدر توصل لهدفك, تقدر تحقق التارجت اللي انت عايز توصل له. تقول لي مستر طيب في الشهرين دولي, اقول لك في الشهرين دولي. دايما معظم الناس اللي دايما توصل لقيمة النجاح لما بتحط حاجة في دماغها, حتى لو قبل الامتحان بتاعها باسبوع اسبوعين توصل لهذا بتاعها, ادام في اخلاص نية وفي سعي ان شاء الله هنوصل, وربنا يقول ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فبدون كلام كتير, without further ado, let's get to the point. فسموا كده, استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم, وسموا وصلوا على النبي, ويلا بينا. ان شاء الله في الفترة اللي جاية هنبدأ نشرح المفردات اللغوية الخاصة بمنهج تالتة ثانوي من الوحدة الأولى حتى الوحدة 16, وهنبدأ ان شاء الله معاكم النهاردة الوحدة الأولى بأهم الملاحظات الشائعة في طبعا امتحانات الجمهورية, وهنركز بشكل أساسي على النقاط اللي دايما سبب ل confusion, وهنركز شو جميل, طلع لسانك واخبطه كده, جايز في حاجة, وهنركز شوية على النقاط اللي دايما سبب ارتباك و confusion للطلاب, فأتمنى الناس تركز معايا من البداية, فكونوا معايا, stay tuned. Unit 1 بعنوان Writers and Stories, اليونت الأولى لثالثة ثانوي, هنركز زي ما قلت مسبقا في المفردات اللغوية والكلمات المهمة الخاصة بمنهج ثالثة ثانوي. أول كلمة معانا هي كلمة respect, و respect ممكن أستخدمها كفعل وكاسم, فعلى سبيل المثال ممكن أقول I respect my teacher for his excellence, يعني أنا بحترم المدرس بتاعي لتميزه. وممكن زي ما انتم ملاحظين كده كلمة respect جاء في الجملة فعل, وجاء بعدها المفعول الشخص اللي بحترمه, وفور وجاء بعدها سبب الاحترام. طبعا respect هنا كاسم ممكن تيجي في تركيب زي have respect for, يعني أنا عندي احترام لي, I have respect for, يعني أنا عندي احترام for مثلا my teacher, for my parents, وهكذا. طيب ناخد another example, I have the greatest respect for my father, أنا عندي الاحترام الأكبر لوالدي. في تركيبين من التركيبات المهمة جدا اللي هو with respect to, اللي هو نفس التركيب ونفس المعنى برضو, in respect of, with respect to و in respect of, الاثنين بيساووا كلمة اسمها concerning. concerning هنا معناها فيما يتعلق به أو فيما يخص. تعالوا ناخد مع بعض مثال عشان يوضح المعنى العام للتركيبين. The two competitors were similar with respect to weight. يعني المتنافسين الاثنين متشابهين فيما يخص الوزن, يعني الوزن الخاص بكل منافس. تعالوا بقى نركز على نقطة مهمة جدا خاصة بالفعل ده اللي هو respect. طبعا respect الصفة منه respected, وهنا respected معناها شخص محترم, ودايما بتيجي في مصطلحات زي ما اقول a respected scientist, يعني عالم محترم. ممكن اقول a respected teacher, مدرس محترم, a respected engineer, مهندس محترم. ده نسبة للعلم, وطبعا الحجم او المكانة العلمية الخاصة به فبوصفه بصفة respected. فتعالوا مع بعض ناخد مثال. دكتور زويل was a respected pioneer in chemistry. دكتور زويل was a respected pioneer in chemistry. يعني دكتور احمد زويل كان رائد محترم في مجال الكيمياء. Another example, دكتور سامي has a respected position in society. يعني دكتور سامي لي مركز محترم في المجتمع. فكلمة respected معناها محترم, وهنا adjective صفة.
تعالوا بقى نروح لنقطة متعلقة بيها وبرضو ريسبكت بنجيب منها صفة تانية وهنا بتحدث اللخبطة بقى، تخلي بالكوا يا شباب جدا، اللي هي كلمة respectable. respectable يعني socially accepted، يعني مقبول اجتماعيا، يعني شخص مش عمل حاجة من قبيل العار يعني، فهنا معناها acceptable يعني شخص مقبول. فلما نيجي ناخد example مع بعض، فممكن أقول the team gave a respectable performance، يعني الفريق يعني قام بأداء محترم. ممكن أقول مثلا الحارة بتاعتنا أو الحي بتاعنا هو حي محترم، this is a respectable neighborhood. ركزوا بقى في النقطة اللي جاية دي، كلمة respectful اللي هي respectful زي ما احنا شايفين على الشاشة، كلمة مهمة جدا ومعناها محترم، لا معناها محترم، وهنا دايما بيجي معها حرف جر اللي هو of، أو أحيانا ممكن حرف اللي هو towards، يعني محترم لفلان أو محترم لمؤسسة أيا كانت إيه. فتعالوا ناخد مثال مع بعض عشان نفهم الفكرة العامة. Every student must be respectful of their parents، يعني كل طالب لازم يكون محترم لوالديه، دي حاجة أساسية. فأنتم ملاحظين هنا، تعالوا نعمل ملخص كده للمصطلح اللي احنا اتكلمنا عنه ده. خدنا أول حاجة respect اللي هو as a noun كاسم، as a verb كفعل برضو. خدنا طبعا respect ممكن تيجي في مصطلح زي ما أقول have respect for، عنده احترام لي. وخدنا منها ثلاث صفات يا شباب، صفة الأولانية respected وضحناها، ارجع بالأمثلة تاني وإقراها مرة واثنين وثلاثة مع نفسك في البيت كده وانت بتشرب كوباية شاي. عايز برضو تقرأ كلمة respectable اللي هي برضو adjective صفة، وفي الأخيرة respectful. طبعا اللخبطة بتكون في respected و respectable، فاحنا وضحناها بشكل ميسر، وارجع بالأمثلة هتلاقي الأمر سهل إن شاء الله عليك. تعالوا معايا بقى لكلمة تانية مهمة جدا في الوحدة الأولى، هي كلمة attachment. attachment معناها ملحق أو مرفق. طبعا كلمة attachment الأصل الكلمة شباب attach، يعني هو ده الفعل attach، A-T-T-A-C-H زي ما هي ظاهرة عندكم على الشاشة، attach هنا معناها يلحق أو يرفق. على سبيل المثال ممكن أقول لك إيه، لما أحب شخص مثلا رايح أقدم لوظيفة أقول له مثلا إيه، لازم ترفق صورة لطبعا استمارة التقديم بتاعتك، فأقول له إزاي؟ أقول له attach a recent photograph to your application form. attach a recent photograph to your application form معناها يعني ارفق صورة للملف أو استمارة التقديم بتاعتك. نرجع تاني بقى للاتاتشمنت اللي هو الاسم، طبعا الاسم attachment للجمع اللي هو attachments ومعناها مرفقات او ملحقات. طبعا الكاميرا اللي بتصور من خلالها ديت بيبقى ليها مرفقات وملحقات، فممكن بمثال بسيط جدا I have a camera with a lot of attachments، يعني انا عندي كاميرا بكثير من الايه يا شباب الملحقات. خلي بالكم من الامثله وركز فيها وشوف المعنى اللي او الكلمه يعني بتشير ليها، وحاول تكررها مره واثنين وثلاثه ورا المثال مره واثنين وثلاثه عشان تثبت في ذهنك. ما ننساش ان في مصطلح برضو دايما شائع بيجي في امتحانات اللي هو ان ايميل اتاتشمنت، يعني مرفق او ملحق بالايميل. ممكن تبعت ايميل لحد مثلا وبتبعت معاه مثلا ملف بي دي اف او ملف دوكيمنت او صوره او ايا كان، فدي بسميها يا شباب اتاتشمنت. تعالوا بقى لنقطه مهمه جدا تركزوا فيها، هي كلمة attached، يعني بحط لها بقى ايه الفعل، حط له ايدي فيتحول انه ايه كانه صفة وبيجي معاه حرف الجر to attached to، وهنا ليها كذا معنى بقى شوية. ممكن المعنى الاولاني اللي هو attached to معناه مرتبط بيه عاطفيا، وفي الحالة دي بتساوي connected with، بتساوي connected with. فتعالوا مع بعض ناخد مثال I am very attached to my elder brother، يعني انا يعني مرتبط جدا باخويا الكبير. ممكن تيجي بمعنى مرتبط كشيء مادي او كشيء اساسي من مؤسسه كبيره او كده، زي المثال لو اقول لك دلوقتي ما اقول لك ايه the food ministry is attached to the ministry of agriculture، يعني وزاره الطعام او الغذاء مرتبطه بشكل اساسي طبعا وزاره الزراعه. ريدي يا عم اشتغل يا جدع هتنطلي. طيب حلو يلا الناس كده صحصح معايا ونخش على الكلمه اللي بعدها. يلا جاهزين، يلا بينا، صلوا على النبي الاول. الكلمه بعد كده هي لو، لو يعني قانون،
وبيجي منها lawyer اللي هو المحامي، وممكن اجيب من الاسم نفسه اللي هو law ممكن اجيب منه الصفة، فاقول lawful يعني قانوني، بتساوي كلمة legal. حلو كده؟ تمام. يبقى انا عندي lawyer، يعني لما ناخد مثال مثلا لو نفكر كده في نص القراءة اللي قرناه، قلنا يحيى حقي worked as a lawyer for a short of time، يعني يحيى حقي اشتغل كمحامي لبعض الوقت. تمام كده؟ اوعى بقى تتلخبط ما بين lawyer وما بين diplomat. diplomat ده شخص دبلوماسي. he work abroad، he works abroad يعني بيشتغل بره البلد بتاعته الاصلي. فبرضو يحيى حقي worked as a diplomat for different countries أو in different countries، يعني هو اشتغل كدبلوماسي في دول مختلفة برا البلد، فيعتبر هو ممثل عن البلد بتاعته، مثلا بيساعد طبعا المواطنين الموجودين في البلاد الخارجية الخاصة أو المجنسة بنفس الجنسية ايه بتاعته، هي بتبقى في السفارة طبعا، فبنسميه دبلومات دبلوماسي طبعا، والاسم منها دبلوماسي يعني الدبلوماسي. نخش دلوقتي بقى على كلمة مهمة جدا اللي هي develop. كلمة develop طبعا الكلمة دي منتشرة بشكل كبير. develop هنا كفعل as a verb means يتطور أو ينمي. حلو كده سليم. طيب الاسم منها ايه؟ هتروح حاطط في آخرها كلمة ment، هتبقى development. development يعني تطوير او تنمية. حلو كده. طيب بيجي منها صفتين مهمين يا شباب. الصفتين المهمين دول هم ايه؟ هم اول واحدة اللي هي developing بيكون اخرها ing، فدي معناها نامي، فلما تيجي تقراها في جملة ويجي لك مصطلح كده يقول لك developing countries، يبقى الدول النامية، الدول الايه؟ النامية. انما بقى لو جينا بقى وقلنا developed اخرها ed، وكان هذا التصريف الثاني او الثالث للفعل، فهنا برضو ممكن استخدمها كصفة معناها متطور. فلما اقول developed countries يعني الدول المتطورة، الدول النامية زي ما احنا مصر من الدول النامية. تمام. انما الدول المتطورة اللي هي بتصدر وتنتج المعرفة والعلم وتصدره لبلاد الخارجية، فدي معنى develop. المصطلح اللي بعد كده هو fashion. fashion طبعا من الاسم وهي منتشرة حتى في الثقافة العربية عموما، فاشن يعني للموضة. فكلمة فاشن هنا كاسم معناها الموضة، والصفة منها يا شباب فاشنبل، فاشنبل زي ما احنا شايفين كده، وبتساوي كلمة ستايلش. ستايلش يعني على الموضة زي ما بنسميها كده، يعني احدث صيحة. حلو. طيب لو جيت بقى عشان تيجي في امتحانات قولك عكس الفاشنبل او ستايلش عكسها ايه؟ عكسها، ودي من ضمن الكلمات الموجودة في المنهج المهمة، عكسها ثلاث كلمات: old fashion، out of fashion، وممكن اقول unfashionable. يبقى ليها ثلاث كلمات عكس، نبص عليهم كويس ونقراهم ونحفظهم كويس. Let's take an example. I have bought a lot of clothes which are fashionable these days. يعني انا اشتريت بعض الملابس اللي هي طبعا على احدث صيحة، احدث موضة هذه الايام. Let's back get to the next word. تعالوا بقى نخش على الكلمة التانية، and اوعى تكونوا انتوا مني. الكلمة اللي بعد كده هي كلمة average. average يعني متوسط، وممكن ناخد an example عشان نعبر عن معنى الكلمة دي. Parents spend an average of 3000 pounds a month on food. يعني الوالدين او الاب والام بيصرفوا حوالي 3000 جنيه على الاكل شهريا. ده يعني 3000 متوسط على الاكل ايه؟ شهريا. في بقى مصطلح مهم جدا وهو حرف جر وكلمة average. ممكن استخدم اقول في المتوسط، عايز اقولها مثلا بالانجليش بقولها ازاي؟ بقول on average، وبتيجي في الغالب في بداية الجملة وممكن في نهاية الجملة، واحيانا تيجي في الوسط. فعايز اقول مثلا on average 400 people die of this disease، يعني حوالي 400 شخص بيموتوا من هذا المرض. متوسط، right؟ اخر لقطة بقى في كلمة average بقى عشان نختم الكلمة دي، وهي من الكلمات المهمة برضو، ممكن استخدمها as an adjective كصفة، وهنا بتيجي بقى مع كلمات معينة. عايز اقول مثلا المعدل المتوسط an average rate، عايز التكلفة المتوسطة an average cost، عايز اقول مثلا الذكاء المتوسط او متوسط الذكاء an average intelligence and so on وهكذا. وطبعا المصطلحات ديت بتجي لي مثلا في سياق الجمل، فلما تكون على علم بيها واشكالها المختلفه وحروف الجر بتيجي معاها
فده بيديك اريحيه شويه لما تيجي لك في سؤال تعرف تحل السؤال مباشره. تعالوا بقى نخش على المصطلح اللي بعده وعلى الناس اللي هناك دول تكون نايمين. لا ده مهم جدا، ركزوا في النقطه المهمه الجامده اللي جايه دي، ركزوا ركزوا. المصطلح يا شباب اللي جاي بقى هو كلمه جراديويت. الكلمه ديت مشكله كبيره. كلمه جراديويت اولا، اول حاجه مشكله بتقابلنا اللي هي النطق. اولا انا بتعامل معاها كفعل فحلو، فهقولها جراديويت بمد المقطع الاخير، معلش استحملوني. احنا دايما كنا بنتعلم غلط، والنقطه دي بالذات انا حتى كنت بقولها غلط، فالنقطه دي ركزوا فيها. اولا النقطه حتى بعد كده ما تخلص بقى وتخش كليه وتتواصل في يعني everyday life، فالحاجات دي الاكسنت والنقطه الصح ده هتحتاجه، معلش استحملوني. طيب كلمه graduate اللي بمد في الاخر ديت كفعل معناها يتخرج، حلو. وعايز اقول مثلا بتخرج من جامعه الزقازيق، انا كاحمد خرجت من جامعه الزقازيق، فعايز اقول اتخرجت، انا بتخرج او انا اتخرجت من جامعه الزقازيق، فاقول ايه؟ I have graduated from Zagazig University، يعني انا اتخرجت من جامعه الزقازيق. انتم ملاحظين هنا الفعل جه مع حرف الجر ايه؟ from، خلي بالكم. يبقى اذا الفعل لو graduate كفعل في الجمله هتاخد from، هو الحرف الوحيد اللي بيجي مع الفعل مبدئيا في المنهج بتاعنا، فاوعوا تنسوه. طيب لما اجي بقى انتقل واستخدمها كاسم هتبقى ايه؟ graduate. طبعا مش بمد بقى اقول graduate، لا هتبقى graduate. طيب graduate ايه اللي هي كاسم؟ معناها خريج بقى، اللي هو يجي مع حرف جر معين، وخلي بالكم حرف الجر اللي معاه هيكون of بينه وبينكم، بس اوعوا تنسوها. عايز اقول خريج جامعه كذا، هقولها ازاي؟ بصوا معايا في المثال. المثال بيقول ايه؟ ممكن اقول احمد از ا جراديويت اوف زجازيج يونيفرسيتي، يعني احمد خريج جامعه الزقازيق. نفس المثال اللي فوق بس انا استخدمت جراديويت از ا نون كاسم معناه خريج، حلو كده سليم تمام. طيب في حرف جر كمان بيجي مع الاسم ودايما برضو الطلبه مش تاخد بالها منه، لو هو حرف الجر ان هتيجي ازاي؟ بص كده على الاكزامبل ده، احمد از ا جراديويت ان انجلش ليتريتشر and in English language، يعني احمد هنا متخرج في التخصص، يبقى ان بيجي بعدها التخصص، فهات مثلا English language متخرج في اللغه الانجليزيه، واحد مهندس متخرج مثلا in physics في الفيزياء، واحد مثلا اي وظيفه بكتب التخصص اللي هو طلع من الكليه بالشهاده اللي هي مكتوب فيها طبعا التخصص بتاعه، فديت حرف الجر ايه؟ ان، حرف الجر ايه؟ ان. اوعى ننسى. في جمله قابلتني وانا بقرا كده وبحضر لكم الحلقه، الجملة دي بتقول ايه؟ جملة مهمة جدا. The company accepts graduates، جيب لي سبيس كده، كايرو يونيفرسيتي. فيا ترى حرف الجر اللي هنا هيكون ايه؟ فكروا كده 3 ثواني. فكروا كده. الناس اللي هناك فكروا كده. طب الإجابة هتكون ايه؟ of. ليه يا مستر؟ ما عشان احنا قلنا graduates هنا اسم جامع، وده الجامع من graduate اللي هو الاسم اللي هو الخريج، فاحنا قلنا الاسم بياخد of، انما الفعل بس اوعى ننسى بياخد ايه؟ from، وان بتيجي مع التخصص. ده ملخص الملحوظه بتاعتنا، تمام يا شباب. اخر نقطه بقى اللي هي كلمه مستخبيه شويه اللي اسمها كلمه روتين. روتين يعني حاجه متكرره بعملها بشكل متكرر، سواء اسبوع يومي شهري ايا كان، فهنا ممكن استخدمها كاسم، ممكن استخدمها as an adjective كصفه. فعايز مثلا اقول انا عندي روتين ثابت، اقول I have a fixed routine، يعني انا عندي روتين ثابت مثلا every day او every week وهكذا، حلو كده. الظرف منها طبعا روتين لي بحط لها اللي ايه؟ اللي واي. في النهايه في جملتين كده عايز اقولهم وركزوا على مصطلحين هاكد عليهم. الجمله الاولانيه بتقول دكتور زويل established himself as a famous scientist، خلي بالكم من كلمه established himself as، هنا بتاخد معاها طبعا ايه؟ الكلمه as، ولما تيجي as احيانا ممكن يشيل established في الكومبليشن في التكمله ويقول لك اختار، وبرده بتختار ايه؟ established، لان هي دايما مطبوعه بايه؟ باز، يعني يرسخ نفسه ويوطد نفسه كحاجه مهمه يعني ان كانت الوظيفه بتاعته. الجمله الثانيه بتقول some of يحيى حقي stories، يحيى حقي's stories were made into films. التركيب اللي عايز اركز عليه هو made into films. made into حرف الجر بيجي مع made، يعني معناه هنا تحولت، بعض القصص بتاعته تحولت الى افلام، فmade حرف الجر الملازم ليها اللي هو into، خلي بالكم من النقاط المهمه دي. وفي الختام يعني حابب اشكر كل المشاهدين اللي اتفرجوا على الفيديو بتاعنا
وبجدد اعتذاري تاني لانقطاع اللي دام فترة يعني طويلة شوية. وانتظروا فيديوهات جديدة ان شاء الله المرحلة الجاية، وان شاء الله بحاول اضبط للقناة بحيث يعني برضو تنال اعجابكم ويعني تنال ثقتكم. بنحاول نظبط استوديو كويس للقناة، وبنحاول نظبط شوية حاجة كده برضو عشان الفيديو اللي يظهر لك يكون فيديو كويس، والمعلومات اللي تستفاد منها تكون معلومات يعني تقدر تستقبلها بعقلك بشكل أسرع وأسهل، وفي العموم يعني تقدر تفهمها بسرعة. وطبعا الناس اللي سمعت الفيديو وعجبها ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير عشان يوصل لأكبر عدد من زمايلك والطلاب عشان يستفادوا. وإن شاء الله أي حد عنده أي استفسار أو أي تعليق أو أي ملحوظة على أي حاجة بنقولها، عايز أي مساعدة في أي حاجة، أنا تحت أمركم. سيب لي طبعا كومنت في التعليقات تحت، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. See you next time.